حكومة سيد السوداني استوعبت آلاف عشرات مئات الألوف من الشباب بوظائف ده. نعم لربما هذا صحيح، لربما هو البعض يشكل عليه ويقول هذا غير صحيح لأنه راح يرهق ميزانية الدولة وراح يؤدي إلى ترهل كبير جدا في الجهاز الإداري. لكن يا سيد الكريم، الكتل السياسية كبرت في مجلس النواب العراقي، وبعد أن قدمت كل القوائم الخاصة بالموازنة فرضت 280 ألف درجة وظيفية على سيد محمد الشيعة السودان، وجعل سيد محمد الشيعة السودان أمام الأمر الواقع. أما أن نذهب باتجاه تدمير البلد ودخول بمناكفات وصراعات كبيرة جدا أو وبعدين هم ذول أبنانا خلص أنه تمت عملية استيعابهم واحتوائهم بشكل دفع. المفروض عنده منهاج حكومي أشغل مصانع معامل هو سيدي يشتغل الرجل على هذا الأساس. يعني احنا هسه اليوم من نريد نتحدث عن مشاريع كبيرة جدا، هسه القطاع الخاص ولا الحكومة؟ طبعا الحكومة، هذا من الخطأ الكبير جدا أن تذهب الحكومة إلى بناء مصانع وتشغيل مصانع حكومية. نعود مرة أخرى إلى النظام الاشتراكي، هذا خطأ كبير جدا، هذا المفهوم غادرته الدول من زمان. فعل القطاع الخاص، فعل القطاع الخاص. يعني احنا هسه نتحدث عن مشاريع كبرى وعملاقة في بابل وفي كربلاء وفي كبرى بابل. وعملاقة دكتور، طبعا يعني نتحدث عن مشروع الدواجن في كربلاء اللي يحتوي على 9000 درجة وظيفية يا أستاذ علي. يعني هذا مشروع عملاق وكبير جدا. زين، نتحدث عن مشاريع النفط، نتحدث عن مشاريع الغاز، نتحدث عن مشاريع، وإن كان هنالك قصور في وزارة الكهرباء. اي هو المواطن الان يسمعك يقول لك احنا الان في تموز. نعم. انا ما لا اريد مصانع ولا اريد معامل، عبرني الصيف. بس العفو استاذ علي، خليني بهاي المفردة. نفس المشكله واجهت المواطن في قضيه فك الاختناقات، لكن المواطن تقبلها. ليش تقبلها المواطن؟ وفكت الاختناقات؟ ما هي ما مفكت، بس ليش تقبلها المواطن؟ تقبلها لسبب بسيط جدا، شاف اكو ناس جاي تشتغل ليل ونهار، وشاف اكو مشاريع جاي تفتح، فايش قال؟ قال عمي هاي اي بس جاي يشوف ماكو جدوى. لا لا اسمح، هسه هي ماكو جدوى، بكل تاكيد ماكو جدوى، لان مدينه مبنيه على اساس تستوعب مليون، اليوم بيها 9 مليون. ليش نروح نصرف نوسع المدينه؟ اسمح لي، احنا اليوم هسه فتحنا على الوردي وفتحنا الجواهري وفتحنا ورجعت بسمايه ورجعت غيرها. هذا ملف. الملف الآخر اللي يتحدث عنه الأستاذ مشرق، ملف القطاع الصحي. مستشفيات معطلة، مستشفيات كبيرة جدا منذ 15 عام بنيت وإلى الآن هي معطلة. فعلت تدري أكثر من 4800 مشروع متلكئ، الآن بقى منعتها 500 مشروع تقريبا أو 400 مشروع. تدري وزير التجارة شو يتحدث عن وزارة التجارة والمشاريع اللي جاي تشتغل؟ يعني أنا كنت في لقاء قبل يومين مع السيد وزير التجارة المحترم، زين، فقلت له انطونا فت صوره عن وزاره التجاره، هل وزاره التجاره هي فقط البطاقه التموينيه؟ الرجل يعني عندما عرف ان عمل الوزاره والمشاريع المستقبليه تشعر انه انت بديت الان بالمرحله الاولى لبناء الدوله. حقيقه موجوده، اكو هنالك جهد كبير جدا. هسه انا بغض النظر الفائض الكبير اليوم اللي تحقق، الامن الغذائي اللي حققته وزاره التجاره.